واش نزلنا هادشي بيديا الا ما كاينش تراكس كي غندير. جا زنزان وفات ساعته وسميتو، ولكن حنا اللي مضرين. قلبي مشى، اللي عزيز عليا مشى، خويا الوالد اللي جيت لقيتو مدفون، مشيت للتراكس نجيبو قال لي ما كاينش، مشيت لقيت واحد التراكس لتحت طيح فرا، قلت له الله يرحم والدي الوالد راه تيموت اجي نجبدوه، باقي فيه شي وقت نروح نعتقو، قال لي مول التراكس قال لي اعطيني ليسان المازوت، قال لي اعطيني المازوت قسما بالله الا قالها لي، ما خايفين من الله، وطلعت ولقيت غير الدراري جبناه مع ال 11 الليل، وتفنا باقي مع ال 11 الليل، وغير الدراري اللي جبناه. الطريق كاع مسدوده، خصنا شي تراكس اللي جبدنا هادشي، دابا حوايجنا كلشي فيها لداخل، كلشي ما عندنا ضاع عليا اللي عزيز عليا، قلبي مشى، ما عندي اللي يعاوني، داكشي اللي عندي انا، داكشي اللي عندي مشى اخويا، هاهوما دارنا ها هي قدامكم، دارنا قدامكم، ما في ما عندي باقي فين ندخل، شبر ما عنديش، داكشي اللي وما خدام حتى معاش، واخا شتيني هاكا تقول هذا قاري ولا خدام، ما قاريش، نهضرو في الواقع، نهضرو في الواقع، ما قاريش. وداكشي اللي عندي مشى، الوالد مشى، والمحلة وما شتو بعينكم، كلشي مشى، ما عندي ما نقول، قلت لهم اجي عاونوني، هبطت طلعت، جاو طال هنا وهبطوا، جاو وهبطوا، مع وتنجري حتى لتحت، ونطلع حتى لفوق بحال شي واحد سطيط يهبط ما عرف كي غيدير، ما عرفت كي غندير، ستنهضر معاك من القلب، قسما بالله. دابا راه لقينا وكيجاو في الاول يتمكن نقدوه، ولكن الاحسن اول ما كان اللي عاوننا. شكون اللي خرج الوالد ديالك؟ الدراري، حنا اللي خرجناه، كاين نسيبي وكان شي والجيران. قبل ما يخرج كان كيهضر معكم كتسمعوه كيغوات كي لا لا، في الاول كيجاو في ديك بداك النهار في الاول اييه، وراه هو بيت طاح ليه وبات حتى لغد ليه، بحال قلتي 24 ساعة كي غايدير. راه في الاول انت كنت معاه في الدار ديك الليله؟ لا ما كنتش الصراحه. شكون اللي كان في الدار ديك؟ بوحدو اللي كاين، مشى للحانوت تقدى، مول الحانوت سولتو تقدى، جا ندخل لقاو التقديه كاينه صافي، قال لك راه كاين صافي، تيقلبوا دري تنمشو تيغوت لداخل، وما كاينش اللي يعتقك، تنهضر معاك انا بالمعقول، وهاي الدرايه قدام عينكم. قلتها المقدم عطيني غير النمره التليفون ندور، ما بغاش. علاش؟ يعني ما قدرش يعطيني النمره، خاف من الباشا. علاش؟ مرشح راه تنصوتوا عليه، علاش تنصوتوا عليه بحال هذا الشيء؟ خصو يعاونونا، تيعاونوا غير صحاب التحت. احنا منين؟ احنا راه كم مغاربه، تيعاونوا غير صحاب التحت. قسما بالله الا تيعاونوا غير التحت. والله العظيم الا تيعاونوا غير التحت. وتنعاود لك انا من قلبي اللي تحت مرة مضرور، كل شيء مضرور، ولكن يشوفوا من عين الناس. نهار الجمعة ما بينا ما علينا، تغدينا بخير وعلى خير، والعشية تعشينا ما بينا ما علينا، جلسنا بغينا نمشيو نعسو، هذا الراجل وولدي مشى ينعس، وأنا وراجلي جلسنا شوية، جات قدر الله تهزات بينا الدار، هربنا خرجنا للسنقة، وبيتين هنايا بلا فراش بلا ماكلة، الغد لي إن شاء الله خرجنا شوية الماكلة وجاب المحسنين عطاونا شوية داكشي اللي سكر لينا. إيوا المهم الحمد لله حنا دابا كتشوفونا فين حنا كاينين. كيفاش كدوزو النهار ديالكم هنا في هاد الجنانة؟ تندوزو النهار سيء، كي غندوزوه؟ تندوزوه فوق طاقتنا، الحمد لله ونشكروه، ما عندناش الدار دابا طاحت لينا، ما عندنا باش نعوضوها، لا اله الا محمد رسول الله، هادشي اللي كاين. الخدمة راه ما كاينة، الخدمة فين؟ خدام فخار راه طاحت ليك، داكشي اللي فين تا خدمة راه ما كاينش والو، اللي إلا جناها في الصباح ناكلوها في العشية، من الصباح تاني نترزقوا على الله، ما كاين والو، ما عندنا باش نعوضو، ما عندناش، الغالب الله، ولا إله إلا محمد رسول الله. وقع لينا الزنزال، راكم كتشوفوا حالتنا، ها الناس كلهم مضرين، الناس كلهم لاقين ما ياكلوا، الناس كلهم كاين اللي ترزا في دارو، كاين اللي ترزا في ولادو، كاين اللي ترزا في شحال من حاجه. بغينا العداله، بغينا سميتو، بغينا حتى حنا حقنا، بغينا الحكومه تدخل،
بغينا وزاره الصحه تدخل، كاينين ناس هامك باقي المساكن في الانعاش بين الحياه والموت. بيناتنا حنايا حقنا، ديورنا كاين اللي تشققات ليه الدار كاع ما باغي يدخل ليها كاع ما قادرش، كاين اللي مشات ليه الدار، كاين اللي مشاو ليه الاولاد. البارح وحق الله العلي العظيم قسما بالله الى بيتين بالجوع هما العيالات، وسولهم سولهم بيتين بالجوع ما كلينا والو، ما فات مره مره كيطيبوا الجارات كيتعاونوا معانا، الجارات هما اللي كيطيبوا كيتعاونوا معانا في سبيل الله. كل وحده واش تجيب، تجيب الخضره شي يجيب الدجاج شي يجيب في سبيل الله. حنا بغينا الحكومه توقف على هذا الشيء، بغينا العداله، هذا الشيء اللي بغينا. راه حنا مكرفسين مكرفسين والقياد الشمس دراتنا الوقت عباد الله. حنا بغينا كل شيء يدخل، وزاره الصحه تدخل، سيدنا يدخل الله ينصره ويخليه لينا. راه حنا زعما في واحد الحاله، في واحد الهستيريا، راه ما نعاودشيك اخويا، راه ربي اللي عالم ومطالع بحالتنا. كل شيء كاين اللي ترزى في حياته، كاين اللي ترزى في ولاده، كاين اللي ترزى في داره، كل شيء مشى، كل شيء. وام زميز هي المدينه الوحيده اللي مدره، زنزان كان في المغرب كامله اياه، ولكن ام زميز مسكينه اللي كلاس الدق، ام زميز هي اللي كلاس الدق، ام زميز هي اللي متدره، ولادنا مدرين، رجالتنا هما جالسين من الخدمه، ما كاين اللي يصرف علينا، ما كاينش اللي يصرف علينا، شي ترزا في ولادو، شي ترزا في دارو. حنا بغينا غير العداله، ما بغينا والو، بغينا حقنا. اللي رابط ليه الدار يبنيوها ليه، يجيو الحكومه هنايا يشوفوا كل شيء بعينيهم، يجي المهندس، يجي وزير الصحه. حنا ما عندناش حتى شي مشكل، ما هربناش من القانون، والقانون يعلى ولا يعلى عليه، الحق يعلى ولا يعلى عليه. حنا ما هاربينش، اللي حكم علينا بها القانون احنا معاهم. اول شيء كنتاسفوا للضحايا ديال هذه الفجعه هذه اللي وقعت، انا لله وانا اليه راجعون. اول شيء يعني كشابه مغربيه وكبنت الحوز وبنت اقليم الحوز، كنناشد جميع السلطات العموميه من مؤسسات عموميه من وزاره الصحه ووزاره الداخليه انها تعتق هذه الاسر هذو، خصوصا كنهضروا هنايا على المغرب العميق وعلى القرى وعلى الجماعات القرويه، انهم يتوصلوا هاد الناس بالدعم النفسي وكذلك الدعم الاجتماعي وكذلك الدعم الاقتصادي. هاد الناس راه كاينين ناس ما عندهاش ما تاكل، وكاينه ناس كتعاني ازمه نفسيه اللي فقدات الاسر ديالها والاهل ديالها ووليداتها. لذلك كنناشد وزاره الداخليه ان ترسل هاد الناس الافرشه والاغطيه ديالهم، لان كنهضر على حي رقرقه بالضبط بام زميز، الناس ما عندهمش باش يتغطاو، ما عندهمش ما يفرشوا، وكذلك بعض الادويه اللي غادي تساعد الناس انهم يتجاوزوا هاد المحنه هادي.